كشف تقرير فرنسي عن تحضيرات داخل القصر الرئاسي في دمشق لتجهيز رئيس سوريا المستقبلي، فما القصة؟ وهل يستمر شعار الأسد إلى الأبد؟ نشرت صحيفة لو جورنال دو ديمانش الفرنسية تحقيقاً مطولاً عن استعدادات الرئيس السوري بشار الأسد لتجهيز نجله الأكبر حافظ بشار الأسد البالغ من العمر 21 عاماً تدريجياً لخلافته. وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أن عملية تحضير حافظ لخلافة والده بدأت تتسارع بعد بلوغه سن 18 عاماً، وجاءت بعد الخلاف الذي نشب بين بشار الأسد وابن خاله رجل الأعمال رامي مخلوف. ويأتي هذا في الوقت الذي دخل فيه قانون قيصر الأمريكي حيز التنفيذ، والذي يفرض عقوبات شديدة على أي شخص أو أي كيان يدعم النظام السوري. وانتقدت الصحيفة الفرنسية قيام الرئيس السوري بتجهيز نجله في سن صغيرة، حيث قالت إن حلم أي صغير لا يتعدى الاستمتاع بركوب الدراجة أو اللعب بالدمى، لكن مع عائلة الأسد فيكون مصيره مخططاً له تماماً منذ صغره، كما هو الحال مع حافظ بشار الأسد الذي ورث اسم جده الرئيس حافظ الأسد. وأكدت الصحيفة أن حافظ بشار الأسد قام بعدة رحلات إلى دول لم تأخذ بعين الاعتبار الحظر المفروض على أفراد النظام السوري، كما أنه سمح له باستكمال تعليمه مع دول الغرب، حيث تلقى تعليماً في لندن تماماً كوالده. وتابعت الصحيفة الفرنسية أن بشار الأسد ليس الوحيد الذي يسعى لأن يكون نجله البكر حافظ رئيساً لسوريا، بل إن زوجته أسماء تحرص بدورها على حماية الإرث السياسي والاقتصادي لأبنائها، وبالتالي تأمين مستقبل نسلها. وأكد ذلك التقرير رجل الأعمال السوري فراس تلاس نجل وزير الدفاع الأسبق مصطفى تلاس، والذي كان معروفاً بقربه الشديد لعائلة الأسد، حيث قال فراس تلاس في تصريحات صحفية حول هذا الأمر إنه بالفعل يتم تجهيز حافظ بشار الأسد ليخلف والده في حكم سوريا. وأشار إلى أن والدته أسماء الأخرس انتظرت طويلاً حتى وفاة جدته أنيسة مخلوف والدة بشار حتى تأمر بتجهيز منزل عائلة حافظ الأسد الذي تربى فيه بشار في حي المالكي الراقي في دمشق، كي يكون مكتباً لحافظ بشار الأسد. وأكد فراس على أن حافظ بشار الأسد يداوم لبعض الوقت في هذا المنزل بعد تجهيزه، كما أنه يستقبل فيه عدداً محدداً من الزوار بعيداً عن الأنظار ووسائل الإعلام. ونشرت بعض وسائل الإعلام السورية أيضاً عن قيام حافظ بشار الأسد بزيارات لبعض الإدارات الرسمية بعد بلوغه سن 18. وللرئيس السوري ولدين وابنة من زوجته أسماء الأخرس، وهم حافظ والمولود في عام 2001، وكريم المولود في عام 2004، وزين المولودة في عام 2003. ويحيط حياة الأبناء الثلاثة الغموض، حيث لا تعرف دراستهم ولا حقيقة حياتهم اليومية، لكن يقال إن حافظ يخضع لحماية خاصة ومشددة في سوريا.